ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2023 والمصادقة على مشروع ظهير شريف وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية وثلاثة مشاريع مراسيم إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية. وفيما يلي البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي حسن يومه الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 ميلادية الموافق ل 21 ربيع الأول 1444 هجرية بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 والمصادقة على مشروع ظهير شريف وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية وثلاثة مشاريع مراسم إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية. وفي بداية أشغال المجلس وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023. وقد أكدت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي غير مستقر وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج، وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربعة محاور أساسية. أولا، ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية لا سيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة. وبموازاة ذلك ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. واعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن وضمان شروط الحياة الكريمة تم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال لفائدة الفئات المستهدفة. ثانيا، إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد وتنفيذ الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية سيتم تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني وتقوية السيادة الوطنية على المستوى الغذائي والصحي والطاقي. واعتبارا لدور النظام الضريبي
في رفع التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق الأهداف المنشودة في مجال إنعاش الاقتصاد، سيتم تفعيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي بما يتيح وضوح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات وكذا قطاعي الأبناك والتأمينات بموازاة مع تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة. ثالثاً، تكريس العدالة المجالية عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، كما سيتم العمل على تسريع إصلاح الإدارة عبر تبسيط المساطر وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للانتقال الرقمي، إضافة إلى مواصلة الجهود في مجال لا تمركز الإداري واستعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية. رابعاً، استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات من خلال تعبئة كل الموارد المالية المتاحة عبر تحصيل محكم للجبايات واعتماد آليات تمويل مبتكرة والحرص على عقلنة نفقات تسيير الإدارة وتفعيل الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية. والقانون التنظيمي لقانون المالية وإعادة تقييم المحفظة العامة وتحسين أدائها. وقد أشارت السيدة الوزيرة إن هذا المشروع يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2% وعجز الميزانية في حدود 4.5% من الناتج الداخلي الخام. وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، تمت المصادقة على مشروع ظهير شريف يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية. ويهدف هذا المشروع الذي تم إعداده تنفيذاً للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى وضع نظام خاص بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة من أجل التأكد من مطابقتها للقواعد الخاصة بالسلامة الجوية وإحداث سلطة خاصة للتقنين لدى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بقرار لجلالة الملك. إثر ذلك صادق المجلس الوزاري على مشروعي قانونين تنظيميين بتغيير وتتميم القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة. ويهدف المشروع المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على الخصوص إلى إعادة النظر في هياكل المجلس على مستوى الأمانة العامة والتنظيم الإداري وملائمة الوضع القانوني للهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية وتخليق انتخاب ممثلي القضاة وتعزيز دور المجلس في السهر على قيم النزاهة والاستقامة داخل الجسم القضائي. ويهدف المشروع المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة إلى مراجعة رتب القضاة وتحقيق التدبير الناجع
لمسطرة انتقاء المسؤولين القضائيين وتفعيل دور المجلس في مجال تأطيب القضاة وتقييم مسارهم المهني وأدائهم القضائي. كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتسميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ويهدف هذا المشروع إلى إضافة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤولها في مجلس الحكومة، واستبدال تسمية المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء الوارد ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة بتسمية المجلس العام للتجهيز. وتجسيدا للعناية الخاصة التي مافت جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية يوليها لأفراد هذه القوات، صادق جلالة الملك على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للعسكريين العاملين في مجال الصحة العسكرية. ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتطبيق القانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، ويسعى إلى مواكبة التحول الرقمي باعتباره من الأوراش المهمة التي تحظى بالأولوية. كما صادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية. ويهدف هذا المشروع الذي جاء تنفيذ الالتزامات الحكومة الواردة في الاتفاق الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي إلى الرفع من المبلغ الشهري للتعويضات العائلية التي يستفيد منها الموظفون المدنيون والعسكريون ومستخدمو المؤسسات العمومية عن أبنائهم الرابع والخامس والسادس. وفي إطار تفعيل الرؤية الملكية السديدة للسياسة الخارجية للمملكة بخصوص توسيع شبكة الشراكات وتنويع مجالاتها وإرساء علاقات تعاون مثمر مع مختلف الفضاءات الجغرافية، صادق المجلس الوزاري على 8 اتفاقيات دولية، 3 منها ثنائية و5 متعددة الأطراف. فعلى المستوى الثنائي تتعلق هذه الاتفاقيات بشركاء ينتمون إلى الفضائين الإفريقي والعربي، وتهم تعزيز وحماية الاستثمارات والخدمات الجوية والتعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. أما الاتفاقيات المتعددة الأطراف فتتعلق بمجالات مختلفة تهم ضمان حماية مستحقات الأجراء في حالة إعصار مشغلهم، ودستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني واللجنة الإفريقية للطاقة، وتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، واتفاق المقر مع الوكالة
الجامعية الفرنكوفونية وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لإحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك أعزه الله بتعيين السيد محمد بن شعبون مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار.